الله أكبر الله أكبر. يا من له حنت قلوب المخلصين وضجت الأصوات بالدعوات يا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لوالدين ووالديكم رب ارحمهم كما ربونا صغرا. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. صدق الله العظيم.